كل شيء مساحة واسعة من الترفيه والمعرفة. عزيزي المشاهد، مرحبا بك. في عيد الفصح عام 1722 وصل المستكشف الهولندي ياكوب روغفن إلى جزيرة منعزلة تم تسميتها بجزيرة الفصح بسبب وصول ياكوب لها في عيد الفصح. ياكوب الذي ترك عمله بالمحاماة لاستكشاف العالم لم يكن يتوقع أن يعثر في تلك الجزيرة على واحد من أكثر الألغاز المحيرة عبر التاريخ، لغز تماثيل مواي. الجزيرة كان بها عدد لا يزيد عن 3000 ساكن. عندما نزلها المستكشف الهولندي وطاقمه كانت تحتوي على تماثيل بارتفاع من 2 إلى 9 أمتار، وتمثل نموذجا بشريا بملامح تبدو غريبة بعض الشيء. لكن السؤال الأهم هو من أين جاءت تلك التماثيل إلى تلك الجزيرة؟ والمفاجأة أن سكانها أنفسهم لا يعرفون عنها شيئا. فكما ترون التماثيل لديها أجسام شبه كاملة، ويبدو كيف هو حجمها ضخم بالنسبة للبشر. يذكر أن هذه التماثيل كتب عليها بلغة مجهولة تماما. بدأت البعثات في محاولة معرفة مصدر هذه التماثيل ومن صنعها ومن أين جاءت. كلما توصل له الباحثون حول لغز هذه الجزيرة هي أنها كانت مسكونة في فترة ما بين 700 و1100 بعد الميلاد، وقبل وصول الأوروبيين لها. وبسبب كارثة ما تضاءل عدد السكان إلى هذا العدد الضئيل دون أن يتم توارث أي شيء مكتوب أو شفهي عن تلك التماثيل. المدهش في الأمر أن بعض التماثيل كانت مجمعة في مكان ما في الجزيرة ولم تدفن كالآخرين، أي أن الكارثة على الأرجح حدثت قبل أن يتم سكان الجزيرة عملهم بدفن التماثيل. هناك نظرية أيضا تقول أن السكان الذين عثر عليهم المستكشف الهولندي ليسوا السكان الأصليين، بينما هم سكان وافدون من جزر ماركيز سكنوا تلك الجزيرة بعد أن تركها السكان الأصليون لسبب غامض. لكن كيف استطاع سكان تلك الجزيرة رفع تلك التماثيل العملاقة ونقلها ودفنها ونحتها؟ هذا اللغز الذي حاول العلماء حله بالعديد من النظريات لا يزال مجهولا حتى اليوم، وربما لن نعرف أبدا من وراء تماثيل جزيرة الفصح. عذرا على الإطالة. إذا أعجبك هذا الفيديو شاركه مع أصدقائك واشترك بالقناة للمزيد من كل شيء.